بص انا مش عاوز اقول لك كلام يزعلك، بس الصراحه بقى دنيا دي بالذات مفيش فيها فايده اطلاقا. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ مفيش فايده كيف؟ دي احسن حل معاها تقطع علاقتك بيها خالص. اصل مش ممكن، دي ممكن تسوق سمعه الشركه والمشروعات الوطنيه اللي انت بتعملها في الشركه. وهجيبها لك على بلاطه. سويلم متخلف وجاهل والتعامل معاه صعب جدا، بس احنا للاسف ملتزمين بوصيه ما ينفعش نخرج عنها. لا 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 ما تقلقش خالص، انا بره الوصيه بتاعتكم دي، انا خلاص مش لعب. معلش انا اسف يعني لو هتدخل، بس انا عايز حضرتك تقول لها ان الكلام ده مش صح. ليه مش صح؟ لان ده في الاول ولا في الاخر اخوها، اكيد خايف عليها. وقال ما تقوم تجيب حاجه لمستر شيف يشربها. ماشي. لا 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 انا مش عاوز حاجه، انا كنت جاي اقول لها اللي هي بتقوله بالظبط. انا خايف عليها سويلة من يأذيها ولا حاجه، خصوصا ان هو اليومين دول عايش قوي بدور الصعيد يعني، وممكن يأذيها في اي وقت. طبعا انا مش هسمح له بكده، بس ممكن يعمل اي حاجه من ورايا.